حياكم من جديد مشاهدينا في فقرة الموضة، ومعاي مصممة أزياء مبدعة لديها تصاميم رائعة جدا ومشاركة في معرض عروس الخليج الأول لعام 2016. أهلا وسهلا فيك مصممة الأزياء الشيخة سعيد، حياك معنا. يا مرحبا فيك، أنا لي الشرف تواجد اليوم في قناة الفجيرة معكم. أكيد، ولحنا يعني أكثر لنا الشرف. راح نتحدث اليوم عن تصاميمك المشاركة في معرض عروس الخليج لعام 2016 في إمارة الفجيرة، وراح أيضا نتعرف على الأقمشة اللي ممكن تستخدمينها في تصاميمك المميزة والمتعارف عليها في أكثر الإمارات. أولا أنا أشكر معرض الفجيرة، معرض عروس الفجيرة، لدعوتي للمشاركة في دورة الأولى هني في الفجيرة تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة سارة بنت حمد بن محمد الشرقي، وبدعم من سيدات أعمال أم القيوين. صراحة هذا دعم كبير منهم، أنهم يشجعون المواهب المواطنة ويشجعون المبدعات الإماراتيات للمشاركة. فأنا بداية لي الشرف التواجد اليوم في إمارة الفجيرة، وهذه ترى مشاركتي الأولى في معرض عروس الخليج. إنزين، أكيد إحنا لنا شرف أكثر بوجودك معنا اليوم، وتصاميمك أيضا كمان موجودة معنا، ورح نعرض أكثر من تصاميم العبي. أنت متخصصة طبعا في تصاميم العبي، عبي السهرات وعبي المناسبات، لكل سيدة تبى تصاميم جديدة ومختلفة أنت ممكن أن تأخذين بعض الموديلات أو بعض التصاميم المختلفة اللي ممكن تتناسب مع ميول أي سيدة. طبعا إحنا اليوم معنا العباية، هاي خلينا نتكلم عنها شوي، ومتى أي مناسبة ممكن إحنا نستخدمها؟ مثل ما سبق ذكرتي أخت واعد، أنا متخصصة في عبي السهرة والمناسبات، وأحب أبدع في هذا المجال صراحة أكثر من العبي اللي هي اليومية أو الاستخدام اليومي. يعني أحب عبي المناسبات، هذه طبعا من المجموعة الجديدة اللي فقط لأول مرة تعرض في معرض عروس الخليج. جميل. لم يسبق حتى عندي في المحل أني عرضتها، يعني خصيصا لمعرض عروس الخليج، بأقمشة متميزة تقريبا كل موديل يتحمل ثلاث طلبيات فقط. يعني ما بيكون في أكثر. ما بتاخذي أكثر من ثلاث طلبيات؟ لا ما أخذ، لأن الأقمشة ليمتد جدا ومحدودة. فهذا هو السبب. يعني طبعا احنا معنا عدة تصاميم راح يتم عرضها لليوم ان شاء الله، لكن خلينا نتكلم عن الأقمشة اللي تستخدمينها، عن الأفكار، من وين تجيك الأفكار، نتكلم أكثر عن التصاميم اللي بشكل عام. أنا أحب الدانتيلات، أحب الميل للشغل باللون الأسود، أحب العبي اللي تكون للمناسبات شفافة تعكس لبس السيدة اللي تلبسها تحت العباية، بحيث أنها مهما لبست العباية هاي ما تملها، لأنها كل مرة بتلبس فيها العباية بيتغير لون اللبس اللي تحت، العباية بتاخذ شكل آخر، بتمشي مع لون الملابس، فما بتحس أنها هي خلاص هي وحدة وانحفظت. عرفتي قصدي؟ أحب الشغل باللون الأسود. اللون الأسود أنا أحب الشغل. ما تحسين إن اللون الأسود دائما يعني يقيد الموديل أو ما يعطي حقه أكثر؟ بالعكس، أنا أحس إن اللون الأسود لون الانطلاقة عندي. يعني خاصة في اللبس، يعني لأني أنا أسوي شفاف. يعني أرضية العباية شفافة، فإذا كانت أرضية العباية شفافة، إذا مثلا حطيتي على سبيل المثال شغل ذهبي وهي شفافة، مجبرة تلبسين شيء يتناسق مع الشغل الذهبي. لكن لو كان الشغل أسود بيكون عندك حرية تلبسين تحت العباية. جميل. طبعا معنا الحين موديل ثاني نتكلم عنه، هذا الموديل هذا بعد من الكوليكشن الجديد الخاص في معرض عروس الخليج. هذا طبعا هذه التصاميم راح يتم عرضها اليوم ان شاء الله، وبنكون بعد مشاركين في عرض الازياء المقام على صعيد المعرض ان شاء الله اليوم. خلينا نتكلم بقى عن الاكسسوارز اللي ممكن تستخدمينها في تصاميم العبي. اكثر شيء ممكن انت تحبي دائما تضيفينه كلمسه مميزه لك استاذه الشيخه. أنا أحب الشغل بالترتر الأسود، بالخرز الأسود، أحب تفاصيل الأشياء الجديدة اللي نازلة الحين اللي هي الكريستالات السوداء، قطع البلاستيك السوداء، السيراميك الأسود اللي نازل، يعطي هيبة وفخامة للعباية من بعيد. أنا أحب تتوزع اللمعة في العباية، ما أحب تكون مركزة في مكان واحد. اختلاف الإضاءة، اختلاف لمعة الأسود يعطي جمالية، يعني العباية كأنك تقولين أنا 3D، يعني تعطيك أكثر من شكل، أكثر من إضاءة. ممكن تشوفينها من ناحية تكون مطفية، من ناحية الأخرى تكون فيها لمعة.
طب خلينا نتكلم عن العباية ملفتة صراحة. صحيح، يعني عبايات مثل ما قلنا بنستخدمها في الأعراس والمناسبات. صحيح. أيضا كمان خلينا نتكلم عن التصاميم اللي لعام 2016 والموضة، لوين وصلت الموضة حاليا؟ هل اختلفت عن 2015 من استخدام الترتر مثل ما تفضلتي وال الاكسسوارز والاستراس الاسود والفضي؟ الحين بصراحه رد استخدام عبايات في اقمشه الاورغانزا، الاورغانزا داخل بقوه في العبايات صراحه، وخاصه الاورغانزا اللي هو الفرنسي اللي يعطي اللي ما يعطيك القطعه ما تكون خشنه واقفه، القطعه تكون انسيابيه مثل الحرير، مثل الحرير اصلا هو من مكونات الحرير. عرفتي، فهذه الحين نازله، حتى انا مستخدمتها في عبايه بتنعرض ان شاء الله، قصه الاورغانزا ومركبتها على العبايه، يعني مشتغله بقص الليزر في الاورغانزا. يعني انا احب التفاصيل الدقيقه اللي تكون موجوده في العبايه لانها تعطي تميز في العبايه. الحين معنا يعني موديل اخر بعد تقريبا في منه ماخذه فكره من اللي قبله، من لكن اللي قبله ضايفت لها الشيفون الساده، الشيفون مع المقوي في اسفل العبايه. أي. اللي هو يعطي للعبايه شكل اثناء المشي. اي، ويعطيها رونق، عرفتي كيف؟ مختلف، ممكن مختلف، ويعطي فخامه صرت. حتى ممكن الفستان اللي تحت العبايه يكون فستان مضبط على الجسم، بسيط ناعم، ما يحتاج يكون فيه تكلف، بس العبايه هي اللي تعكس خلفيه الفستان. اها، الرسومات اللي ممكن ان يعني استاذه شيخه كمصممه ازياء ممكن تضيفيها لاي عبايه، يعني بحتاج ان انت تقعدي وتفكرين في الرسمات المختلفه وتصممينها على ورقه ومن ثم تطبقينها على ارض الواقع. بالضبط، لازم. إيه؟ انا بدايه اشتري الاقمشه اللي اول ما اشوفها تعجبني. إيه؟ هذه اول شيء، اشتري الاقمشه اللي تعجبني وتلفت نظري قبل لا تنولد الفكره. انا هاي طريقتي، احط ضيفين الاقمشه قدامي. إيه؟ هذا بضيف له، هذا بقص منه، هذا بدخله مع هذا، هذا يناسب القماش الفلاني. إيه؟ وادمجهم فتنولد فكره جديده. إيه؟ بس احب تكون كل اغراضي قدامي، كل اقمشتي امامي اثناء التصميم. اها، يعني ما اصمم وبعدين احاول ادور شيء حواليك، ما لا، يعني انا شغلي ما اصمم بعدين اروح ادور ما يناسب تصميمي، لا. إيه؟ الا اذا في حال هو اصلا مش موجود. يعني يحتاج انك انت تصنعينه، يعني كرييتنج يكون فيه، يعني مثلا قصب الليزر، شغل شك، هذا شيء مختلف. بس اذا كانت اقمشه احب تكون كلها موجوده قدامي. كم من الوقت اللي ممكن تاخذ معك تصميم العبايه؟ يعني تصميم من شغلها، من خياطة، من خياطة حسب. إذا تصميم إيه؟ بس يومين. إيه، لكن من شغلها كخياطة حسب. كل عباية تختلف. شغل اليد ياخذ وقت طبعا أطول. إيه؟ شغل التطريز ياخذ وقت آخر. شغل الخياطة فقط هو أسرع شيء. شغل الخياطة، نعم، اللي يكون ما في تدخل يعني باليد. إيه؟ اللي هو تطريز او امبرودري مثل ما يقولون. تحبين الهاند ميد انت؟ يعني انا جدًا. في شيء غريب، حتى التطريز افضل يكون بالايد مش بالماكينه. ايه، يعني حتى التطريز الحين أفضل. عندنا موديل مختلف يعني شوي عن قبل، عن الموديلات هذا الموديل عرضته في مشاركه سابقه لي في معرض سابق. بس لان الطلب عليه صراحه كان كبير هالموديل. ايه، فحبيت اني اعرضها مره ثانيه بعد. جميل، هو يعني فعلا هذا تركيب كذا قطعه على بعض. كذا قطعه يعني القطعه اللي انت ركبتيها؟ الورد الصغير البارز هذا عباره عن دانتيل منفصل. إيه؟ انا قطعته، وبعد ما قطعته ركبته على قطعه تور، ورده ورده ورده، وبعدين اشتغلنا عليه بالكريستال. يعني في هاند ميد كمان. هي هذا. إيه؟ ايوه. طب يعني موضة الشيفون اللي ممكن مدموج في المخمل، اللي هي نقط المخمل، هي دارجة الحين. دارجة، وأنا أحبها، أنا أحب الأقمشة المنقطة صراحة، اللي هي إسبانية. خلينا نقول الموديلات الإسبانية أحبها جدا، وتراثية بعد أصلا. صحيح. أنا أحبها، أحب العبي اللي مثل ما يقولون المنقدة، أحبها يعني بهاي الطريقة. طيب مثل هذه العبايات الشيفون، كيف من الممكن إنها أي سيدة مثلا تختار الدرسات؟ هل ممكن إن أنت تنصحينها لون الدرس اللي تختاره تحت العباية، أو ممكن تنصحينها بشكل الدرس؟ أنا أفضل الدرسات اللي ما تكون في أصلا معظم ضيع الدرسات العباية. الحين معظمها سمبل. إيه؟ معظمها بسيط. السيدات الحين معظمهم يميلون للبساطة. إيه؟ وللأشياء اللي تكون بسيطة تحت اللبس يعني. فدائما في العباء أنا أسويها بهاي الطريقة اللي تكون تعطي فخامة. أه. فيبين الشكل من تحت العباية. صحيح، اللي يعطي انسيابية للجسد. خلينا نشوف الموديل هذا أستاذة شيخة. هذا الموديل بعد حصري حق معرض عروس الخليج.
وهذا الموديل انا مسويته لنا بالطريقه اللي هي هذا مثل البشت على فكره مثل البشت, مثل البشت بس على دانتيل وهذا مشغول هذا اللي كنت اقول لك مشغول بالاورغانزا ومقطعين الاورغانزا ومركبينها على الدانتيل مشتغلينها وياي مدرج من بعد جدام. الورد هي وضايفين للورد ورد بالدانتيل على لولو اسود يعني بعض التفاصيل الدقيقه انا احب السيده لما تمسك العبايه تشوف هني تفصيله هني تفصيله هني يعني تشوف عده تفاصيل في عبايتها بس مو بالتفاصيل اللي تضغط العبايه اللي تحسست ان العبايه اتس اوفر تحسست ان العبايه لو فيها تفاصيل بسيطه لكن مقبوله صحيح بالفعل يعني الموديلات تختلف عن بعضها البعض مو متشابهه فيها يعني فيها لمسه جديده او خاصه في شيخه حبيبتي تسلمين بعد خلينا نتكلم عن مشاركتك في معرض عروس الخليج كونك قلتي اكثر التصاميم هي حصريه لمعرض عروس الخليج يعني الامال المتوقعه من بعد المعرض وكيف من الممكن المنافسه دائما في مثل هذه المعارض من وين تنطلق الفكره عندك او التصاميم المختلفه اللي ممكن تقدمينها بتطلعي على السوق اللي حواليك وعن التصاميم المصممات المختلفه ولا عادي يعني انا لي ذوقي ولي تصميمي المختلف لا بالعكس المعارض هذه بيئة خصبة للتعارف لتبادل الخبرات لتبادل المعارف للزباين للخبرات الموجودة للأقمشة المستخدمة بالعكس كل ما رأت العين أكثر كل ما توسع الأفق أكثر صحيح كل ما جاتك الأفكار أكثر كل ما جاتك الأفكار أكثر كل ما رأيت الآخر أنت إذا أنت بس عايش بروحك ما بتقدر تشوف اللي حواليك إذا أنت في قوقعتك لكن إذا أنت نظرت حواليك ماذا يفعل الآخرين تقدر أنت تطور من نفسك صحيح صحيح إحنا هني عندنا بعد موديل أستاذ أكيد بعد هني عندنا موديل أستاذ الشيخة هذا الموديل دمجنا فيه الشيفون على الأورغانزا جعلنا القاعدة بالشيفون والشغل اللي فوق بالأورغانزا كان بعد يعني ما في تصميم متشابه ما شاء الله عليك كل واحد يختلف عن الثاني وأفكار مختلفة نحاول نرضي أذواق الجميع هو جميع الموديلات يعني ترضي الأذواق وإذا لاحظتي معظم الموديلات اللي انعرضت أو أنا في فكري يعني أهدف أن الموديلات ما ترتبط بجسم معين ما صحيح. ترتبط الجميع يقدر يلبسها مناسبة للجميع صحيح أنا هذا السؤال كنت بسألك إياه يعني أن العبايات ممكن أن جميع الأحجام أنها تتناسب معها صحيح ما في يعني فئة معينة من السيدات انزين استاذه شيخه مصممه ازياء مبدعه ورائعه ما شاء الله عليك يعني تصميمك جدا جميله واتمنى لك التوفيق في معرض عروس الخليج في لعام 2016 في اماره الفجيره واهلا وسهلا فيك من جديد تسلمين تسلمين وانا اشكركم واشكر الشيخه ساره بتحمد انها استضافتنا وانها اعطتنا هالمجال وفتحت لنا هذا الافق الجديد اكيد ان احنا نتواصل فيه مع الاخرين ونشوف خبراتهم واشكركم ان كنتوا على استضافتكم اليوم ووقتكم اللي اعطيتوني اياه تسلمين يا رب كل الشكر لك تسلمين الله يخليك